معنا هاتفيا من عمان السيد عبد القادر النايل الناشط السياسي. مرحبا بك سيد عبد القادر. بداية وسط هذه المزاعم الحكومية بحصر السلاح بيد الدولة، تظهر تصريحات من مسؤولين حكوميين بعجز الدولة عن تنفيذ هذا القرار، ما تفسيرك لعجز الدولة عن ضبط السلاح بيد الدولة بيدها؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المؤكد تماما أن الدولة بأموال العراقيين هي من اشترت السلاح ووزعته على هذه الميليشيات التي بدورها حقيقة نشرت السلاح في جنوب العراق وللعشائر هناك تحديدا. وبالتالي كيف تريد لمن هو بأموال العراقيين اشترى هكذا كميات من السلاح ووزعها وانتشرت بين المواطنين وهو صاحب مشروع عسكرة المجتمع أنه يريد أن يحارب الظاهرة أو أنه يريد حصر السلاح بيد الدولة؟ ولذلك حتى حيدر العبادي في كلامه هو يستخدم ألفاظا ليست ذات مدلولة أو راجعة أو أنها تريد بالفعل حصر السلاح بيد الدولة، إنما تريد تكريس عسكرة المجتمع تظن أنها بطريقتها الطائفية أن المجتمع سيحميها وسيدافع عنها، وهذه حقيقة هي التي أساس العمل للحكومة ولأحزابها السياسية. فليس من المعقول أنها تستطيع حصر السلاح بأيديها، وإنما هو كلام يراد منه ذر الرماد في العيون وبالتالي إقناع المجتمع الدولي على أنهم يسعون لهذه الخطوة، وإلا فإنه عملية السلاح المنفلت والموجود حاليا وبكثرة وبالسلاح الثقيل هو برعاية حكومية تحت تنفيذ ميليشيات الحشد الشعبي التي تأخذ سلاحها وتأخذ عتادها من الدولة. وبالتالي هنا تبين ازدواجية الحكومة عندما حقيقة شنت عمليات عسكرية ولا زالت اليوم تشن عمليات دهس وتفتيش تحت حصر سلاح بيد الدولة على عشائر الأنبار والمناطق التي هي أصلا مهدمة وهم نازحون رجعوا إليها وتترك السلاح في يد العشائر الأخرى، مما يؤكد على طائفيتها وعلى التعامل العنصري التي تتعامل فيه الحكومة بهذا الإطار. وهنا لجنة البصرة الأمنية أقرت بأن حصر السلاح بيد الدولة هو كلام فحسب، إذن لماذا تسوق الحكومة هذه القرارات وهي بعيدة عن تنفيذها وعن الواقع؟ الحكومة تسوق هذه القرارات لاتخاذ ذريعة ثانية في عملية التفتيش والانتشار الأمني على المحافظات المنكوبة فقط، وإلا هي لن تجرؤ أن تذهب إلى محافظات الجنوب ولا إلى العشائر هناك لنزع السلاح. ولو كانت هناك جدية حقيقية لرأينا أن هناك عمليات تفتيش وعمليات مداهمة وقوات، وبالتالي تريد أن تضر الرماد في عيون المجتمع الدولي الذي يضغط على عملية بيع الأسلحة للحكومة العراقية، لأن هناك شركات ودول أبلغت الحكومة العراقية أن هذا السلاح هو يذهب إلى الميليشيات ويذهب إلى عسكرة المجتمع، وبالتالي الحكومة تريد أيضا أن تجعل هذا الإطار حقيقة من أجل التسويف ومن أجل إقناع تلك الشركات أن السلاح هو بأيديها وهي تريد حصره، ومن ثم تستخدم هذه المعاملة السيئة للعشائر التي هي أصلا لا تملك قوت يومها من أجل نزع سلاحها مرة ثانية وهي تسعى بهذا الإطار. طيب، تجميد صدور قرار بتجميد مقتدى الصدر عمل ميليشيا السرايا في البصرة، ألا يعد إقرارا بارتكاب تلك الميليشيات جرائم؟ وكيف تفسر هذا التوقيت بعد تصاعد وتيرة الخطف والاغتيال؟ هذا التوقيت يؤكد على أن السرايا ضليعة بعمليات الاغتيالات وعمليات تسليح العشائر وعمليات النزاعات المسلحة في تلك العشائر، وبالتالي آلاف العبوات عندما تنفجر وبالتالي يعترف بها الحكومات المحلية والأطراف المحلية في المحافظات الجنوبية، يؤكد على أن سرايا السلام لها دور بارز في هكذا عمليات اغتيالات وقتل وانتشار سلاح وفوضى، ويتجميد لفداحة الأمر وانكشافه، وبالتالي هذا يؤكد على أن الدولة ترعى الميليشيات، لأن سرايا السلام لماذا لم يتم عملية سحب السلاح، والصدر لماذا لا يدعو إلى تسليم السلاح؟ ولو كانت هناك اسم كالأسماء في الأنبار أو الموصل، هل سيقال تجميد أم أن الحكومة تطلب دعم التحالف الدولي لنزع السلاح؟ أشكرك الشكر الجزيل. من عمان السيد عبد القادر نايل الناشط السياسي.